ايه اللي غيرك يا محمود؟ قولي ايه اللي غيرك؟ الرجوع للحق فضيلة يا دكتور. بعت نفسك؟ هو ده الايمان اللي انت بتدعو ليه؟ ما كانش عاجبك لبسي مش كده؟ والعربية اللي انت راكبها دي جبتها منين؟ الاخ مرجان احمد مرجان راجل محترم، ولو سمحت يا دكتورة بلاش التلميحات دي. دي مش تلميحات، انت قبضت رشوة، اشتراك زي ما اشترى كل حاجة في البلد. من فضلك يا دكتورة انا مش مرتشي، ولو سمحت تتكلمي معايا كويس. يا خسارة، كنت فاكراك عندك مبدأ، لكن طلعت ولا حاجة. تجاهكم مين انا؟ لا تروحوا تلوموا نفسكم. ما تحترم نفسك. ايه يا محمود؟ عيب كده يا جدع، انت في حرم الجامعي. يلا امشي من قدام السعاد، امشي امشي امشي. يلا عودة. الجيل الجديد مفيش حاجة عاجباه ابدا ابدا. نعم يا استاذ مرجان. خير؟ هدية بسيطة كده، حاجة على موسمه. بمناسبة ايه؟ اول عاشورة، كل سنة وانت طيب. وانت طيب، وجايب لي ايه بقى بمناسبة عاشورة؟ ده طقم الماس عشان الرقبة الحلوة دي، بدل الفلص اللي انت لابساها. اسمع يا مرجان، تعرف مصر تعدادها كام؟ 72 مليون نسمة. انا اخر واحدة ممكن تاخد رشوة منك. ما هو ما فضلش غيرك يا دكتورة، مصر كلها قبضت. فضل اطلع برا برا. مرجان، بقولك ايه، ما تيجي نتجوز بدل ما تحدفيني وحدفك وشغل الصيع ده. قلتلك ان مصر فيها 72 مليون نسمة، انا اخر واحدة ممكن ترتبط بانسان زيك. جيجي حبيبتي، انت فين؟ انا بقالي ربع ساعة مستنيكي. الدكتور ابراهيم خطيبي، دكتوراه في ادارة الاعمال من كاليفورنيا. مرجان طالب عندي، بس لسه في سنة اولى. برافو، هايل حقيقي، هايل. ربنا يوفق. ان شاء الله هيوفق باذن الله. جيجي حبيبتي يلا بقى. شوف يا هيما يا اخويا، انا راجل بتاع شغل، ما احبش اللف والدوران. مرجان احمد مرجان معروف في السوق كله، انا اخلص اي صفقه في كلمتين ثلاثه. ده الحقيقه معروف عن سعادتك طول عمرك يا مرجان باشا. الله يخليك، انت راجل ذوق. انا عايز جهان، طلباتك ايه؟ انت ازاي تجرؤ تتكلم معايا في موضوع زي ده؟ ايه ده بس؟ اقعد الكلام اخده وعطى. اقعد اقعد يا استاذ ابراهيم اقعد. هو انا عايز جهان في حاجه كده ولا كده؟ لا سمح الله، انت مخك راح لفين يا راجل؟ انا عايزها معايا. سوري سوري يا مرجان باشا، انا فهمت غلط. اكيد حضرتك تقصد انك عايزها معاك في الشركه. لا انا مش عايزها معايا في الشركه، انا عايزها معايا في البيت. انت ازاي تجرؤ تكلمني في حاجه زي كده اساسا؟ يا ابراهيم اقعد، يا ابراهيم اقعد، يا ابراهيم الكلام اخده وعطي يا حبيبي. اقعد، ما تبقاش عصبي، اقعد يا حبيبي اقعد. بس انت عليك حاجات، تعال نحسبها مع بعض. في الهند انا عندي مصنع ازاز هناك، محتاج لواحد يكون محل ثقه زي حضرتك يمسك لي الشغل هناك. الاسلوب ده بقى انا فاهمه كويس قوي، اسف لا اقبل. لا انت هتقبل، ما هو برضه لما يكون مرتبك 20,000 دولار في الشهر وتقعد لك 10-15 سنة هناك، تعمل لك خميره حلوه وتيجي هنا تعيش ملك. وحشه دي يا ابراهيم؟ يا ابراهيم عايز حاجة يا مرجان؟ إبراهيم بيسلم عليكي. إبراهيم مين؟ إبراهيم خطيب. ده طلع الراجل لطيف بشكل. أنتوا بتشوفوا بعض؟ لا أنا أصلي بعته الهند عشان يمسك لي شغل هناك. إبراهيم سافر؟ سافر يكون نفسه. ما قاليش يعني؟ لا ما هو أصلي وصاني كمان إن أنا آخد بالي منك وسايب لك الدبلة دي. اشتريته؟ ما تقوليش ليه هو اللي باعك. اسمع بقى يا مرجان، انت مهما عملت انا بقى مش هتقدر تشتريني. Thank you.
حضرتك الدكتورة شهام مراد؟ ايوه. الورد ده عشان حضرتك. انا ورد؟ كل الورد ده كله. مين اللي بعته؟ اتفضلي حضرتك. شكرا. اتفضلي يا فندم. ايه ده؟ ميه يا فندم، في حاجة؟ هات لي ميه من الحنفية. تحت امرك. اتفضلي يا فندم. ورجعنا لكم تاني ولسه بنتكلم في الحب وعندي رسائل كتير. رسالة جات لي أكتر من مرة، مرجان بيحب جان. خلونا نسمع تملي معاك لعمرو دياب ونرجع لكم تاني. انت عايز مني ايه يا مرجان؟ عايزك. انت قلت لي الكلام ده قبل كده، قلت لك لا. انا فيا ايه مش عاجبك؟ ايه العيب اللي فيا؟ عيبك انك انسان فاشل وفاسد، واللي يرشي الدنيا كلها لا يمكن احترمه. انا ما برشيش حد، انا حاسس بالناس. انتوا هنا مش حاسين باي حاجه. الراجل موظف الغلبان اللي بياخده 300 400 جنيه في الشهر هيعيش ازاي؟ اكل، شرب، مصاريف علاج، مصاريف مدارس، وبلاوي زرقاء تانيه كتير. هيعيش منين؟ ما هو يا اما يسرق، يا اما يشحت، يا اما ينتحر. والحكومه عارفه ده كويس. اوعي تقولي لي ان الحكومه بتدي له المرتب ده ومش عارفه هو عايش منين. انا منحاز لاصحاب الدخول المحدوده يا دكتوره. انت طبعا هنا تقبضي بالدولار وجايز يكون عندك دخل ثابت، بس انا بفهمك الدنيا ماشيه ازاي وبعلمك الحياه. مش كل حاجه هتقدر تشتريها يا مرجان. لا 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 لا، انا اقدر اشتري اي حاجه، انا موهوب في الحكايه دي. انت مش جبت امتياز في الثلاث مواد؟ الحمد لله الحمد لله، دم جهدنا وربنا وفقنا ومن جد وجد. وريني بقى هتعمل ايه في امتحان المادة بتاعتي الأسبوع الجاي. عملت ايه؟ سعادتك معرفتش اجيب اسئلة الامتحان. يعني ايه معرفتش تجيب اسئلة الامتحان؟ امتحان تلمو في الجامعة بتاعتنا مش عارفين نجيبه؟ ده احنا بنجيب امتحان الثانوي العام لحبايبنا كل سنة. سعادتك دكتورة جيهان حطاه على سي دي وفي شنطتها ومحدش عارف يشوفه. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ هو في حل سعادتك، بس انا مكسوف اقوله. يعني ايه هو؟ ان سعادتك تذاكر وامرنا لله. اذاكر؟ انت عبيط يا حسن يا هنداوي، اذاكر ده ايه؟ هو انا في دماغي الحاجات دي؟ يبقى مفيش سعادتك بقى غير حل واحد. حل ايه؟ ايه ده؟ دي ملخصات عصارة مجهود طالب شاطر قوي من انجب الطلاب في الجامعة.